السلام عليكم. مش لازم نشرح هاي الجزئية من شابتر 6. هاي الجزئية هي أبسط شوي، ومش بالعكس هي أصعب شوي، ولكن ما فيها إشي، يعني ما راح يكون فيها حل، ما راح يكون فيها تفاصيل، راح تكون مايلة للكونسبت أكثر من الحل. هسا هذا الهدف منها أن نشرح كيف نوجد الستيفنس ماتريكس لفور نود تريكتانجولر اسمه كيو 4. هسا الدرس اللي قبل كنا نحكي عن السي اس تي اللي هو الكونستانت سترين، كونستانت سترين، وكان عبارة عن إيش؟ عن مثلث. هسا نحكي عن فور نود تريكتانجولر اسمه كيو 4، يعني هيك اسمه. هسا الكيو 4 راح نحكي عن ريكتانجولر زوايا 90 درجة، السنترويد موجود من هون، فهي مسافة بي، هي مسافة بي، يعني هو ضلع 2 بي وارتفاع 2 اتش. فالديسبليسمنت مثل ما بنعرف U1 V1 U2 V2 U3 V3 U4 V4. هسا هون الديسبليسمنت فانكشن إله راح يكون عبارة عن A1 زائد A2X زائد A3Y زائد A4XY، هذا اللي راح يفرق عندي عن التراينجل. وبنفس الطريقة عندي إلى U و V هي. طيب بس أعملهم ونعمل نفس الاشتقاقات، يعني اللي حضر الفيديو السابق أو السؤال، هاي اليو بدلالة واحد على area في B ناقص X H ناقص Y في U1، يعني هاي بعد ما حل الأربع معادلات مثلا وعوض. المهم في هاي displacement function U N1 N2 N3 N4، وهاي يعني شو الحالات اللي بتصير عندي. بعدين هاي displacement function N في D، وحصل وإذا عوضت أنا عند رقم معين بطلع معي إنه مجموعهم واحد. الstrain هو حصل مشتقة بالنسبة ل X بالنسبة ل Y وإلى آخره. المهم طلعهم هون هاي الاشتقاقات، يعني عوض بس خلص طلع مصفوفة بي. هاي هي المصفوفة بي تبعت الفور نودد إليمنت. أما هنا كانت المصفوفة بي أسهل شوي، دلالة جاما وألفا، فهي هي المصفوفة بي. إذا بدي الستريس بضربها بالديسبليسمنت بي في دي. طيب إذا بدي الستريس دي في الستريس، دي في بي في الستريس، وديها تبعت البلين ستريس وهي تبعت البلين ستريس، البلين ستريس. فهيك أنا بقدر أحصل على الستريس وبقدر احصل على السترين بالفور نودد بار، وهاي اذا عندي المصفوفه بي. ولكن هذا الاشتقاق مشروط على هذا الشكل، هذا الشكل، يعني شكل غير هيك في عندي تغييرات بسيطه بدها تصير. فبالتالي اذا بدي الستيفنس ماتريكس عشان اقدر اعمل اسمبلي وغيره، اذا عندي 2 اليمنت 3 اليمنت الاخره، هو عباره عن تكامل دبل انتجرال من سالب اتش لاتش، يعني اذا عندي السنترويد بالنص، مش بالنص، من صفر لاثنين اتش مثلا، بي ترانسبوز في دي في بي في تي دي اكس دي واي. المهم تطلع معي هاي المصفوفة النهائية، هي نفسها هي كان اسمها دي اي، بس ما كان عندي تكامل، انا كان دايركت، فهذا الفرق. فهون قاعد بيقول لي لانه بي هي مصفوفة بدلالة اكس واي لازم يكون عندي تكامل، اما بالتراينجل ما كان عندي بدلالة اكس واي. فبقول المصفوفة كي راح تطلع 8 في 8 إذا عندي مربع، لأنه كل واحدة U2 في U1 في 1 لحد 8 لحد 4 ب 4. بقول إذا طلع B ال H2 ال T1 إيه القد ال V، وطلع البوزر ريشيو، بقول لي بتطلع زي هيك. هسا إحنا ما راح يكون مطلوب منا، ركز، ما راح يكون مطلوب منا نوصل لهاي المرحلة، ما راح يكون مطلوب منا تكامل، ما راح يكون مطلوب منا هذا الإشي، لا، هاي بتكون جاهزة ومن خلالها بقدر أعمل assembly، يعني جاهز للإليمنت الأول للإليمنت الثاني. هسا بدنا ندرس، بس نعمل مقارنة، نعمل مقارنة بين الإليمنت المربع والإليمنت المثلث تبع الجزئية السابقة، ونشوف شو المقارنات اللي بتصير. عندي هذا الجدول بحكي لي إنه الـ Q42 والـ Q44 والـ Q48. الـ Q4 اللي هو المربع، بس نقسم على 2، أقسم على 4، أقسم على 8، يعني كم واحد بالصف عندي، يعني هون عندي كم واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8. فهون إذا بدي أنا 8 بكل صف أو كل عمود، يعني أو 8 صفوف بما معناه، أو إذا 4 صفوف أو صفين كيف يعني هيك، هذا كله كيوات وهذا كله كيوات مثلا. وهذا السي اس تي، طبعا سي اس تي نفس الشيء، إذا عندي 2 4 8، يعني هذا سي اس تي 2، عندي صفين بس مثلثات. طيب فهون كم النود بيطلعوا، هون كم الديجري اوف فريدم. المهم احنا اللي بالنتيجه، احنا الاكزاكت كانت 6.67 و20 للبرنسبل ستريس. هسه لو نلاحظ انه كيو 4
4 كانت هي أدق واحدة بالستريسز، كانت فرق بون 3، وهي تقريبا بس أدق واحدة بالسترين كانت تقريبا Q42. لاحظنا في فروقات. CST أعطاني إياه وكأنه more stiff، يعني الستريس قليل والسترين قليل CST، فلاحظ إنه في فروقات. فإحنا بهمنا الفروقات، بقولنا إنه CST بيعمل لي more stiffer model than actual behavior، والديفليكشن كانت أقل من الكلاسيكال. CST بقولك converge slowly than beam theory بالضبط، يعني شو القيم 7 بس الكيو طنيها 20. بحكي لك السبب، احنا بهمنا السبب، ممكن يجي بالامتحان نعمل فراغ او ضع دائرة. بقولك انه السبب بيكون انه بالإليمنت بيكون constant stress within each element، مع انه بالبندنج بيكون الستريس لينير، يعني الستريس لينير، ولكن بالإليمنت هون كان بالسي اس تي بيكون عندي كونستانت. فعشان هيك احنا رح ناخذ اللينير سترين ترينجل في تشابتر 8 ان شاء الله، اللي هو بالفيديو القادم، غالبا بالفيديو القادم رح يكون هو عبارة عن اللينير سترين، ونشوف شو الفرق بينه وبينه الكونستانت سترين. طيب فهون بيقول لي انه الكيو 4 بيعطيني مور اكوريت ذان سي اس تي، تو رو موديل يلز the deflection very close to the four row، يعني بيعطيني انه ادق من السي اس تي بشكل عام من ناحيه deflection. النمبر اوف رو بتزيد الديفليكشن بصير اكوريت اكثر، كل ما ازيد الروز يعني عدد صفوف المربعات كل ما كان ادق. طبعا بيقول لي اذا عندي نود تو نود بيم، وهي المعادله تبعت الديفليكشن، بقول لك مش راح اركز كثير، في فروقات بسبب ستريس كونسنتريشن او غيره. بقول لك it has been shown the beam is subjected to the pure bending the CST has false shear stress، يعني بيعطيني شكل غير مناسب، CST بالبندنج مش مناسب، مش مناسب، ما بيعطيكش اي shear strain اصلا. فبقول لي هون بقول لك بيكون عندي lost CST is then too stiff in bending and resulting deformation is smaller than actually should be. وهاي الظاهرة بتحدث بسبب excessive stiffness one or mode of deformation shear locking أو براستيك shear. بحكي لي هون شو الفروقات بتصير عندي. احنا البيور بندق الأساسية هيك هيك الإكزاكت displacement، أما الإليمنت باستعمال اللينير بتكون هيك، يعني راح فرق كثير واسع. طيب فهون بيقول لي as mentioned previously CST element has constant strain and constant stress، واي بالQ4 بيعطي normal strain normal stress linear، فعشان هيك الQ4 أفضل من CST. CST not simulated building bending ما بهمني مثل الQ4، الQ4 أفضل. الكلاسيكال beam theory بتقول linear strain باستعمال M Y على I، ولما تقارن بقول لك إنه بعطيك الQ4 أقرب ل 20 ميجا باسكال حسب المسألة هذيك وبس. بقولنا هون بوزر ريشيو عادة هي نص بالربر لايك ماتيريال. بقول لك فور كومون ماتيريال زي الميتالز ناخذها 0.3، يعني البوزر ريشيو بتاثر شوي. كمان بقول لك يفضل انك تعمل فاين مش عشان تعطيك بالبندنج بيعطيك ادق، بيعطيك لارج ستريس جريدينت ريزلت. وهيك يكون انتهى تشابتر 6، ويعطيكم الف عافيه.